اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل ما ابدا فيديو ده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال متحمس جدا جدا ليه وهيكون في نفس الوقت يا ابطال مرعب جدا عشان مقطع النهارده بصراحه يا ابطال يعني ناس كتير قوي بتقول لك يعني ان الكتاب في كتاب كده مرعب وهو بقول لك يا ابطال بيقول لك ان الكتاب ده اوعى تاخده ابدا مع اننا يا ابطال دايما بنحب اصلا ناخده دايما لما نيجي ندخل المكتبه طبعا يا ابطال ما اقصدش على الكتاب ده اي حد بياخده عادي ولكن اقصد يا ابطال على الكتاب ده ايوه هو ابطال الكتاب ده ولكن ابطال الناس كتير قوي بتتكلم ابطال دلوقتي عليه وتقول لك اوعى تاخده ابدا وانا مش عارف بصراحه هو ايه السبب ففي مقطع النهارده يا ابطال هندخل على اكتر من سيرفر عام يا ابطال مش هنكون لوحدنا النهارده هندخل مع اجانب ممكن نلاقي روسيين ممكن مثلا يعني نلاقي مصريين عرب كل الناس يا ابطال حرفيا هنلاقيها في مقطع النهارده ونسالهم يا ابطال هل الكتاب ده خطير ولا لا متحمس جدا يا ابطال لمقطع النهارده قبل ما مقطع النهارده ما تنسوش يا ابطال تحطوا حالا احلى لايك في الدنيا وكمان تشتركوا حالا في القناه عشان نوصل 200 الف مشترك ويلا بينا وزي ما انتم شايفين دلوقتي حالا يا ابطال دخلت على سيرفر عام يا ابطال وزي ما انتم شايفين واضح كده ان انا لقيت ناس كتير ما نشوفهم او ماي جاد روسيين واحد بيقول لي بلا ولا بلال ولا ايه ده عامة يا ابطال انا دلوقتي حالا لازم حرفيا اجيب الكتاب ثانيه يا ابطال هو فين يا ابطال كان الكتاب ايوه الناحيه الثانيه خلينا نشوف بس يا ابطال ونتاكد الاول هل فعلا يا ابطال هم اصلا يعني في حد ابطال عمل الخدعه وكده وجابوه ولا لا دلوقتي حالا ايه ده يعني الميكروباص ده واضح اللي فيه رحله هنا ماشي ليتس جو ابطال خلينا نعمل كده او ماي جاد الكتاب موجود وات ذا والله موجود ثانيه كده يا ابطال نقول لهم هاي يا رب بس ابطال يكونوا بيفهموا انجليزي هاي يا ناس اللي هنا انا افضل اجي وراك ولا ايه ما بقول لك ايه تعالى بس طيب تعالى او ماي جاد يا ابطال واضح لهم بيتكلموا فرنساوي يعني الموضوع هيبقى جدا جدا صعب حرفيا ابطال السيرفر كله فرنساوي ايوه تعالى 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 هاي ايه ده سنة هاي ثانية يا رب بس ابطال يرد يا رب ابطال يرد عشان حرفيا مشي مشي والله يا عم انا عملت لك ايه بقول لكم يا ابطال قلت لكم واضح كده اللي احنا ندخل يا ابطال من سيرفر ونطلع من سيرفر بقول لكم يلا بينا يا ابطال نطلع دلوقتي حالا نخش في سيرفر تاني وزي ما انتم شايفين يا ابطال او ماي جاد انا جيت في الليل او ماي جاد حرفين اقسم بالله ابطال دخلت على العرب ايه ده ثانيه نشوفهم بيبيعوا ايه اوه هوت دوج ببلاش ولذيذ جميل احلى هوت دوج تاكله في حياتك ماشي ماشي اهلا ثانيه عايز والدوج عشان بس ابطال نعمل حاجه كده ايه نثبت كده بس ابطال المقطع لازم ناكل والدوج جامد هلا والله ابطال متحمس جدا بتعمل لي والدوج انت بتاكليه انت ولا ايه دي بتاكله بتاكل بتاكلها ايه شكرا شكرا جدا طب فلوس طيب الفلوس ثانيه يا ابطال نديها بس الفلوس خدي خدي الفلوس خدي ايه ده سعد قالت لي ببلاش خدي الفلوس اهو ثانيه يا ابطال اهو خد الفلوس ممكن تاخديها طيب ولا ايه ده مش بيدوس ليه مش بيدوس هو معلق باين ولا ايه مش عارف ولكن واضح كده ابطال هتقول لي مفيش فلوس عامه يا ابطال بعد ما كان ابطال الهوت دوج الجامد ده اقسم بتقول لي شكرا العفو خلينا ابطال هنيجي نسالها تاني هروح واجي ثانيه يا ابطال ولا هروح واجي ثانيه يا ابطال ليتس جو يا ابطال عشان المفروض دلوقتي حالا نتاكد فعلا يا ابطال هل الكتاب موجود وفي حد يا ابطال مهتم يا ابطال في السيرفر ده وعمل يا ابطال يعني جاب الكتاب وكده في المكتبه ولا ايه خلينا نشوف كده او ماي جاد كل ايه ده ثانيه يا ابطال هو بقى موجود دايما ولا ايه والله حاجه جدا جدا هلا والله بقول لك ايه الكتاب ده خطير ولا لا او ماي جاد ايه ده الكتاب ده خطير ايوه ايوه كده الكتاب ده خطير اما نشوف يا ابطال هو ابطال هل هيعرف يا ابطال تمام هيقدر يقول لي ايه اما نشوف يا ابطال والله ابطال في ناس قليله الادب اقسم بالله ابطال في ناس قليله الادب ولكن مالناش دعوه بيهم تمام اما نشوف يا ابطال بتصور ايوه بصور تمام هيا يلا اكتب بطل ابطال الكتاب ده خطير ولا ايه اما نشوف يا ابطال عايز اشوف بجد يا ابطال اراء الناس ايه ده ماشي قول لي قول لي يو قول لي الكتاب ده الكتاب ده خطير بص قاعد بيقول لي ايه بالطلب الصدق يا عم قول لي ورد عليا في المقطع والله حاضر قول لي بس الكتاب ده خطير ولا لا اما نشوف لو ما قلتليش همشي والله همشي في مليون واحد في السيرفر والله همشي ها واحد اثنين ثلاثة والله مشيت والله عشان انت بتفكر بقى كتير بصراحة هو كتب
انا عايز ارجع له بس. لا خلاص ما كتبش، يبقى خلاص بقى يا ابطال، حرفيا يا ابطال، يبقى خلاص خلينا ابطال نقول للبنت دي كده اللي احنا اشترينا منها. ايوه حلو جدا تمام. اهلا، عايز اسالك سؤال، الكتاب ده خطير؟ ثانية يا ابطال، عايز يا ابطال اسال كل الناس اللي في السيرفر، هل يا ابطال فعلا الكلاب ده خطير ولا لا؟ تمام، اما نشوف يا ابطال هتقول ايه. ايوه الواد لسه وراه حرفيا مش هيسيبني. ايوه اما نشوف يا ابطال، ايوه نبص كده، بيقول يب. او ماي جاد، يو والله يا ابطال مش عارف. ثانيه، الكتاب ده يا جدعان انا تعبت اقسم. ايه ده بتعمل ايه؟ بتعمل ايه حرفيا؟ ما ينفعش، البنت بتبيع في بقى في امان وسلام، والله حمان يعني. إيه مين الواد تلولو بيعمل كده بنفسه؟ والله انت بقيت منوب. والله بقيت منوب، والله اللي ميجو عليك. تمام، واضح كده بطلنا حرفيا السيرفر ده كله يعني مش بيقول اي حاجه، مش بيقول الحاجات دي. انا مش فاهم ايه ده بجد بطل. زي ما انتم شايفين السيرفر مليان مليان كله ناس، ولكن في حاجه جدا جدا غريبه. خلينا بطلنا نعدي على البيوت، وده اخر حاجه بطل اعملها عشان بعدها بطل حرفيا نروح على سيرفر اجنبي بقى. ما فيش غير الكلام ده. ايوه السلام عليكم. ايه ده؟ ده كان في حد هنا قبلي. السلام عليكم، ده بيت يا جدعان حد، بس ما اعرفش هو الحد ده فين. انا خايف يا ابطال يديني بان والله. انا هطلع كده. السلام عليكم، انت نايمين؟ طيب طب ارن الجرس قبل ما ادخل، انا المفروض كنت اعمل ايه؟ طيب او ماي جاد يا ابطال، ما فيش اصلا اي حد في البيت خالص. انا ابطال نروح على البيت ده، حرفيا قافل كل حاجه. ثانيه، الناس اللي هنا كان برن الجرس اهو، باين عليهم نايمين. حد ينام الساعه دي؟ والله حاجه غريبه. اما نشوف يا ابطال. ايوه رندا، خليها ابطال نروح على رندا. كويس جدا يا رندا، يا رب تفتح يا ابطال. يلا يا رندا، يلا بقى قول. يوه مفيش اي حد حرفيا يا ابطال، عايز يعبرني في السيرفر ده. خليها ابطال نروح. او ماي جاد، ايه ده؟ ده بيت القط لولو ده، الواد اللي هو الغريب ده. عامة يا ابطال واضح كده ان حرفيا هنطلع ابطال من السيرفر ونخش على سيرفر تاني زي ما انتم شايفين. او ماي جاد، هو السيرفر. لا يا عم اطلع يا عم، انا عايز سيرفر تاني. ودلوقتي حالا اخيرا يا ابطال لقيت سيرفر. معرفش بصراحه ابطال السيرفر ده فيه كام واحد، ولكن باين عليه او ماي جاد اتنين بس، ولكن يا ابطال واضح اللي في ناس بدات تدخل. هلا دلوقتي حالا كده يا ابطال نشوف الاثنين دول عندهم بيت، عاملين اصلا ابطال بيت هنا ابطال في السيرفر ولا لا. تمام حرفيا انا ابطال مش عاملين. او ماي جاد، ولا انا ايهم؟ ازاي انا ايهم؟ ازاي انا دلوقتي؟ ماشي يا ابطال خلينا كده نشوف العربيه دي تقريبا بتاعت حد فيهم. خلينا ابطال كده، انا عايز اقول لهم دلوقتي حالا يا ابطال اللي فعلا يا ابطال الكتاب ده مخيف ولا لا، ولكن المفروض يا ابطال اجيب الكتاب الاول. ايه المفروض يا بلال تجيب الكتاب الاول؟ تمام جدا، يلا بينا يا ابطال نشوف يا ابطال هل الاثنين دول يا ابطال دخلت معاهم جايبين يا ابطال الكتاب ولا لا. او ليتس جو. ايوه حلو قوي، واضح يا ابطال لكل الناس بجد بجد يعني موضوع الكتاب ده اتشهر قوي، باين عليه يا ابطال اتشهر. ليتس جو، يلا بينا. حلو قوي تمام. ايوه هلا والله، اهلا. بقول لك الكتاب ده خطير. ثانيه يا ابطال، عايز اشوف يا ابطال راي الناس. انا اهو والله، انا اهو. ايه ده يا عم؟ انا اهو. الو انت في شايف حد؟ انا مش شايف ولا ايه؟ الو مين ده؟ اقسم بالله انا متابعينك حبيبي. يا جدعان ردوا عليا. والله يا ابطال انا مش عارف. هو انتوا يا جدعان؟ طب ماشي حبيبي. هو هسالك سؤال، الكتاب ده خطير؟ يوه ما جاتش كلمه تسالك سؤال. اما نشوف كده يا ابطال، عايز بس يا ابطال حد يقول لي ايوه وبعدها اقول له ليه، يعني انت شايفه خطير في ايه مثلا؟ اما نشوف. ما ردش عليا. هي رب مني دلوقتي، هي رب صح. قول بقى. او ماي جاد، اعوذ بالله. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم يا عم الهاكر، كيف حالك؟ اجري. اوه خلينا نقول كده، نعمل كده. عايز اقول مين ده؟ حد جوه. ماشي ركبت معاه. تمام بقول له الكتاب ده خطير. اما نشوفه قلت له از ذس بوك سكير، يعني تمام اللي هو بتاع المخيف. اما نشوف يا رب. ايوه الاجنبي حرفيا يا ابطال يطلع من السيرفر بسببنا، انا بس اللي اركب. ها انا بس اللي اركب. اما نشوف. تمام اما نبص بصه كده يا ابطال، الموضوع جدا جدا. ايوه بيجيمنج، تعالى نعمل اسرار وبلوكس. ما انا بصور دلوقتي يا نهار ابيض، والله العظيم بصور. قول لي الكتاب ده مخيف ولا ما نشوف اهو. قول لي الكتاب ده مخيف. هو ده مقطع النار، هو ده المقطع. والله ابطال تعبت اقسم بالله، ابطال تعبت يا جدعان. نفسي ادخل في مره على طول كده الاقيكم كلكم على طول تقولوا لي والله هو ده. انا بعترف اقول انا بصور اي خدمه اهو. اما نشوف ايه ده، اي بي جيمنج.
يا نهار ابيض، بصوا مين بيقول لي بيجي منك هيك. اشتركوا خد بطاطس ليتس جو يا جدعان، مش هيرد عليا ولكن اشتركوا يا ابطال. ايه ده تكيه لايك، يبقى حطوا لايك وبعدها اشتركوا وخدوا بطاطس. انا متابع انهي اهو، يعني اللي هو الكتاب ده الاحمر، الكتاب ده الاحمر حرفيا يا ابطال. الكتاب ده بجد بجد موجود في اكتر مكان، موجود في المكتبه وموجود يا ابطال في البيت اللي هو الصيني يا ابطال. تعالوا تعالوا معايا يلا بيت 12، خليه ابطال اوريه لكم ما دام الابطال باين عليهم. يعني في ناس عارفه وفي ناس يعني مش مصدقه ان انا دخلت معاها، تمام، ولكن انا دايما بعمل كده اقسم بالله. خليه دلوقتي حالا ابطال فين البيت؟ ايوه هو ده حرفيا الكتاب موجود في البيت ده، وبطريقه غريبه كمان معموله يا ابطال، بطريقه جدا جدا غريبه يا ابطال، وهتشوفوها دلوقتي. يلا بينا، انا نازل حرفيا يا ابطال والبيت بيتبني اصلا، يعني اما زي ما انتم شايفين نعمل كده تمام. مش هتلاقوا طبعا، انا عارف ان دي مكتبه ولكن المكان ده يا ابطال مكان سري وكلكم اكيد عارفينه. هننزل بصوا يا ابطال، الغريب يا ابطال هنلاقي الكتاب هو هو بجد، يعني حاجه غريبه ونفس التقسيمه وبالظبط. وبيقول لك ان المفروض الكتاب ده يا ابطال معمول من شخص مرعب، ايوه زي ما شفتوا في الصوره كده يا ابطال المصغره، من شخص مخيف يا ابطال. و معرفش هو مين ده، محدش يا ابطال عارف اصلا هويته الحقيقيه، ولكن موضوع جدا جدا مرعب يا ابطال ويقلق اي حد اقسم بالله. وهنا كيبي جيمنج مش مستخبي والله، بس بكمل الخدع بصراحه. ولكن يا ابطال مقطع النهارده حرفيا حرفيا يا ابطال كان جدا جدا جامد. اي نعم يا ابطال ما عرفتش اجيب ناس اجانب كتير. او ماي جاد هلا والله، كيف حالكم؟ خلونا ننهي المقطع بقى مع الناس، مع الابطال. واحد عايز يشيلني، انا ما اعرفش انت عايز تشيلني ليه. ليتس جو، ويعتبر ابطال المقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم المقطع النهارده، خلينا نقعد هنا. ايوه بس عايز انهي المقطع، عايز انهي المقطع يا جدعان، انا عندي سيرفر خاص. ايه اللي جاب، ايه اللي جابني هنا اصلا؟ ويعتبر ابطال بس كده، ومقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم المقطع النهارده، ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج اكس وي سلام.